هنبتديها بالمشاكل اللي بقى فيها المقاولين. اكيد انا طبعا نجم ايهاب نجم المقاولين السابق طبعا. خليني ابتدي معاك بالمقاولين. مقاولين في مهمه صعبه جدا جدا جدا. الظروف مش مساعده في الاصابات بسبب كورونا، سواء بقى كابتن عماد النحاس ولا كابتن علاء ولا خمسه من اللاعبين، غير اصابات كمان اللي هي الطبيعيه اللي بتحصل في الملاعب في ثلاثه. فيعني انت بتتكلم في قوام فريق بيدق فيه الاصابات بشكل قوي جدا في مهمه صعبه جدا خارج الديار. شايف المباراه دي ازاي النهارده؟ ماتش صعب جدا طبعا، يعني حتى نتيجه الماتش الاول يعني انا شايفها ما خدمتش نادي المقاولين. برده كان في ظل غيابات كورونا اللي ضربت الفرقه برده في الماتش الاول. رجع بعض العناصر المهمه زي سيف الجزيري طبعا. رجع بعد ماتش النجم الساحلي الاول، بس طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا مش هتكلم في اسامي، بس هو فعلا في لعيبه مهمه جدا ولعيبه من القوام الاساسي للفرقه برضو الكورونا ضربتها، عندها خبرات افريقيه كانت تقدر تساعد نادي المقاولين في المهمه. ماتش صعب، بنلعب فرقه النجم الساحلي بالخبرات الكبيره الافريقيه، عندها لعيبه على مستوى عالي جدا، عندها لعيبه لعبت منتخب تونس ولعبت في البطولات الافريقيه، مدرب عنده خبرات كبيره جدا جوفان فييرا. فماتش صعب جدا على الناس. طمعت شويه بالنتيجه السلبيه اللي ممكن كانت هنا في ظل ان كان عندك غيابات كتير جدا وغيابات مؤثره، وتحديدا كان سيف لو كان موجود الجزيري في الماتش اللي فات كان ممكن. انت حضرتك كنت موجود في الماتش وانا كنت موجود في الماتش. كمجمل اداء ونتيجه يعني في ظل الغيابات وظل اللعيبه المؤثره اللي كانت غايبه في الماتش الاول، النتيجه مرضيه جدا. لكن طبعا في الكونفدراليه او في نتيجه ذهاب واياب بتبقى انت محتاج النتيجه الايجابيه اكتر، اللي هي المكسب. صحيح. او انت تكون كسبان في ارضك، خصوصا انت بتلعب فرقه ثقيله بحجم النجم الساحلي. طبعا ممكن تكون الامور من وجهه نظري بقى متكافئه شويه في ناحيه النجم الساحلي بقوته في سوسه من غير جمهوره، بتبقى الامور مختلفه شويه. يعني برضو فرق شمال افريقيا في وسط جمهورها الوضع بيكون مختلف شويه، بتديها مش راجل الجمهور اللي هو كان بيبقى مرعب قبل كده، لكن يعني انت عارف في ظل غياب الجمهور. ما انا بتكلم مع حضرتك ده عامل انا اعتقد عامل هيكون عامل مساعد لنادي المقاولين العربي. صحيح. يقدر يتعامل معاه. بس برضه في مشاكل تانية، عدم وجود كابتن عماد النحاس على الخط او كابتن علاء عبد الغني. طبعا اتمنى كل التوفيق لكابتن. عارف ما انتش عارف تسال حد عن موقف زي ده اللي هو ايه، مدير فني اصل ما جاش معانا المدرب العام. طب ايه المدرب العام بتاع اللي بعد؟ لا والله اصل برضه نفس الظروف يا جماعه. اتمنى طبعا التوفيق لكابتن اي فرقه يعني ان هي تشوف لها غيابات الاثنين، وهيبقى عبر الفيديو كونفرنس هيكون فيه الحديث. يعني المدير الفني بيدير من ابعد من 1000 كيلو عن الملعب يعني. فهي حاجه صعبه جدا، الظروف كلها معاكسه تماما لنادي المقاولين. اتمنى ان هم يكونوا رجاله، طبعا هم رجاله، واتمنى النهارده يكونوا عند حسن ظننا بيهم. هل هتتاخد بالشكل الايجابي اللي هتقول عليه ده اهم، اللي هو الاقي اللعيب عنده لا طب ده انا عشان الغيابات دي ده انا هبقى راجل بدل ما اقوم بدور خمسه كمان جنبي ده اقول لحضرتك يعني. هو ده طبيعي. بيبقى فيه كمان دور كابتن الفرقه وولاد النادي في الجهاز. يعني حسن الشامي ومدام برضه عنده مهمه صعبه جدا جدا بعيد عن المستطيل الاخضر ككابتن فريق، ولم اللعيبه والحديث معاها، ما هو اللعيبه الكبيره والخبرات الفرقه. فده دوره النهارده، اللي هو لازم يعني يطلع كل اللي جواه لعيبته النهارده، يحسسهم بالمسؤوليه. اكيد هم حاسين بالمسؤوليه طبعا ورجاله، بس هو ده دوره اللي هو يلم الفرقه النهارده وينقل لهم الاحساس ده. وهم لازم يكونوا على قدر المسؤوليه ان شاء الله باذن الله، ويعوضوا غياب زمايلهم. يعني انت عارف عندك فرصه بقالك كتير جدا غايب عنها، ان انت 15 سنه. فانا موجود النهارده في المقاولين وفي بطوله افريقيه، لو كملت خش دوري المجموعات ولو وصلت النهائيات حاجه بتضاف ليا كلاعب ممكن. وبتطلع فريق بحجم النجم الساحلي ده، بتديك ثقه. صحيح. في اللي جاي، في الخطوات الجايه، وبتدي جرس انذار للفرق الثانيه اللي انت خصم مش هين في البطوله. لا انت خصم قوي وخصم عنيد، تقدر توصل لابعد مدى. بس كل ده مترتب على نتيجه النهارده ان شاء الله وتكون ايجابيه. خلينا نكون واقعيين عشان ما حدش بيشاهدنا بيقول هم ايه التفاؤل الزياده. احنا متفائلين لكن الواقعيه بتقول مباراه 50-50 اكيد، وماتش صعب يعني. هو ماتش صعب بكل المقاييس. ماتش صعب، بس احنا عندنا امل في ربنا كبير. هو 90 دقيقه، النتيجه 0-0 في القاهره، هنا كانت 0-0. اي نتيجه ايجابيه يعني، سواء تعادل ايجابي لينا في مصلحه نادي المقاولين العرب،
انت محتاج تحرز هدف على الاقل عشان تطمن نفسك عشان تربك حسابات النجم الساحلي. صحيح. لان هدف في بدايه اللقاء هيربك حسابات النجم الساحلي 100%. هيبقى في اندفاع هجومي بشكل رهيب، عندك سرعات قدام عند لويس وسيف الجزيري تقدر تستغلها في حاله احراز. الجزيري من انصاف الفرص بيستطيع ان هو يسجل. واقول لحضرتك حاجه، فرق معانا جدا سيف في الماتش الاولاني في اخر 10 دقائق بالاخص، كمان يمكن اخر 10 دقائق نادي المقاولين، للناس اللي ما اتفرجتش على الماتش، اخر 10 دقائق الماتش الاولاني نادي المقاولين كان يقدر يوصل للجون بشكل، يعني وصل للجون بشكل كبير. كان موجود كان ترجم اكتر، كان قدر يخطف على الاقل فرصه من لويس. مش بتاع نزول من هو عايز يلعب اساسي، يعني اللي هو ينزل احتياطي ما بيبقاش اداؤه في اغلب المباريات بيبقى اللي هو مطلوب منه. ولويس اصلا كمان بقى الماتش الاولاني كان لسه راجع من السفر، ما بكملش اسبوع يعني، برده دي كانت ما كانش جاهز لسه برده. فلما جهز شويه في ماتش الدوري في ماتش البنك احرز هدف وكان شكله كويس. وسيف لما نزل كان كويس واحرز هدف، فاعتقد معنويا ماتش البنك هو قدر يكسر سلسله الهزائم اللي كانت متعرض ليها الفرقه في المحليا طبعا. فان شاء الله يكون يعني النهارده ماتش خير ليهم ان شاء الله باذن الله. كلنا متفائلين ومتعشمين في الله خيرا ان شاء الله المقاولين يرجع بنتيجه ايجابيه وتبقى مباراه في الاول في الاخر هي روح رياضيه فيما بين الفريقين الاشقاء.